كما تقول أنه في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهيرة في سبتمبر كان هناك محادثات، ولكن لم تشير إلى، دعني أكون لن أقوم بالإجابة على هذا السؤال. لا توجد هناك مباحثة في الوقت الحالي، فيما ذلك هناك عمل يحدث خلف الكواليس، وهناك مباحثات ومفاوضات قد تأخذ من طبعا سنوات وسنوات. ما هي المناقشات التي تحدثتم حولها؟ حسناً، كان هناك طبعاً مناقشات لكن لن أدخل في تفاصيل. دعني أقول أن ممثلون من استفارات من دول عربية، الدوحة في القاهرة وفي القدس، جميعهم كانوا حاضرون بحثات. حسناً، أين تتوقع لهذا المقترح الذي أعتقد أنه ليس مختلف عن سابقه، أو صحح لي ذلك إن كنت مخطئ، متى تتوقع أن يتم تمثيل هذا المقترح إلى الجانب الإسرائيلي؟ حسناً، لا أود أن أضع أوقات، ولكن دعني فقط أقول أن يعني نحن نتعاون مع شركائنا من الوساطة في المنطقة من قطر والقاهرة، نحاول أن نصل إلى اتفاق على عدد الأمور التي نأمل أن نحققها، وسنقدمها بأقرب وقت ممكن، ونتمنى أن نتمكن من تقديمها وتحقيقها. هناك العديد من المقترحات، لماذا دائما ما تقول أن هناك نسخ نهائية؟ هل هذا يعني أن هذه النسخ لديكم في حالة أنها فشلت؟ حسنا، دعيني أقول لن أتحدث عن أي أمور نظرية هنا. لدينا مقترحات نحن نحاول أن نجعلها واقع الأرض، ونحن نتحدث فقط نظريا. دعيني أتحدث وأكمل حديثي. إذن ما أقوله هو أن المقترح السابق الذي لم يتم قبوله، ولكن بشكل عام يمكن أن نأخذ خطوة إلى وراء ونقول أن لماذا نحن نحاول بذل الجهد للوصول لهذه الصفقة. نحن نرى أن الصفقة مهمة للغاية. لماذا؟ لأن الفلسطينيون يعانون للغاية، ولقوا بحتفهم كثيرا منذ بداية هذه الحرب، الأعداد كبيرة. إذن هذا ليس خطأ منهم. طبعا هناك رهائن وهناك أسر تعني فقد وعدم تواصل مع أفرادهم. ودعينا نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تلتزم باتفاق أننا نحن لسنا جزء من هذا. هذا صراع ما بين حماس وإسرائيل، وعليهما أن يتخذا قرارات حاسمة واضحة حتى يصلوا إلى اتفاق. ما يمكن من جانبنا أن نستمر في عمله، وطبعا من جانب مصر ومن جانب قطر، هو أن نقوم بالضغط، نضغط على كلا الطرفين إذا كانت الاتفاقية لمصلحتهما والمصلحة المنطقة، ولكن نحن لن نأخذ القرار من جانبنا. إذن هل تقول أنه بغض النظر عن أي كانت الأسباب هناك يعني عدم أو لا يوجد هناك مرونة من جانب الطرفين في قبول هذه الصفقة؟ هل تعتقد أننا حتى نتمكن من إيقاف إطلاق النار وإعادة الرهائن؟ دعيني أقول مرة أخرى أنا لا أحاول أن أجيب هنا في نقاط تفصيلية، وأود فقط أن أؤكد أن نعمل على مدار الساعة في محاولة للوصول لوضع اتفاقية، لأن الاتفاقية لابد أن تكون لصالح لكل الأطراف المعنيين والمنخرطين. لذلك نحن نحاول دائما أن نعمل سويا على تقديم مقترح بالاتفاق مع قطر ومع مصر، لأن نؤمن أن من خلال ذلك سنستطيع أن نجد اتفاق أو موافقة من كلا الجانبين. هل تعتقد أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية توافق على أن نتنياهو أيضا لديه نفس الحس من جانبكم؟ دعني أقول أننا هذا أمر حتمي. عندما سمعنا إلى الأمين العام يتحدث في المرة الماضية عندما كان في المنطقة، هو وكما قال أنه كل يوم يمر بدون اتفاق.